الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبنك التأمين الاجتماعي الهولندي CVB يطلقان بمقر القنصلية الفخرية لهولندا بالنظور حملة إعلامية وتحسيسية لفائدة المغاربة الذين سبق أن أقاموا بهولندا وذوي حقوقهم. وتمكن هذه الحملة التي تمتد على مدى يومين وتنظم بتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لسفارة هولندا بالمغرب، تمكن من تقريب المستفيدين من مقتضيات الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وهولندا في العام 1972 والتي وقع بروتوكول تعديلها سنة 2016، وذلك بغية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية. النهار هذا يعني النهار كانت وجدوا فيه على أساس الجالية المغربية اللي خدمات في هولندا ورجعت المغرب، رجعت سواء كانت مريضة ولا عندها العجز. اليوم كنخلدوا هذا النهار هذا الناس اللي عندها المشاكل، ولهذا كنتواجدوا في عين مكان الاسفيبي ديال هولندا ولا سينيسيس ديال المملكة المغربية باش يحلوا المشاكل الجالية، وهذا كيفرحنا بالنسبة لنا احنا كجالية مغربية عشنا في هولندا. يعني هذا الشيء هذا زعما مزيان بالنسبه للجاليه. هذه الايام هذه الهدف منها هي اخبارهم ولكن كذلك مساعدتهم في تهيئه الملفات ديالهم الخاصه بالتعويضات، وعلى العموم الخاصه بجميع التعويضات اللي كيصرفها الصندوق الهولندي لا اس في بي. كذلك ماشي غير على هذا الشيء علاش حنا متواجدين هذا النهار، حقيقة معنا الهيئة المكلفة اللي جات من هولندا من الصندوق الهولندي CVB، معنا الناس ديال السفارة الشؤون الاجتماعية ديال السفارة هولندا، ولكن كذلك معنا الناس ديال الأطر ديال المصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقديم شروحات كذلك بالنسبة للاستفادة من التغطية الصحية. هي إذن حملة تحسيسية ترمي بالأساس إلى تقديم الشروحات اللازمة للمغاربة الذين سبق لهم أن أقاموا بهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، وكذا مساعدتهم على تكوين ملفاتهم بغية الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية.